أكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب أن منطقة وسط البلد تعد كنزا ضائعا يجب استرداده واستثماره، مطالبا بعقد اجتماع تنفيذي غدا بمحافظة القاهرة لبحث البدء الفوري في تطوير المناطق المحددة بها، وذلك كنموذج للتطوير الكلي لوسط البلد. تصريحات محلب جاءت خلال الاجتماع الذي عقده اليوم لمناقشة خطط إعادة إحياء منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية بحضور وزراء السياحة والإسكان والآثار، فضلا عن وزراء التعاون الدولي والثقافة ومحافظ القاهرة. لهذا الاجتماع شبيه في جلسات مماثلة لفترة مضت منذ إعلان رئيس الوزراء بإعادة رونق القاهرة العاصمة لسابق تاريخها الحضاري، حتى بدا تغيير على أرض الواقع من خطوة إخلاء وسط البلد من الباعة الجائلين. الآن احنا هننطلق لمرحلة جديدة تتعامل مع المباني التاريخية في وسط القاهرة والأرصفة، وتحدثنا هنا عن تجارب استرشادية سريعة خاصة بشارع قصر النيل وبشارع التحرير وبميدان التحرير وخاصة بحديقة الأزبكية وخاصة بميدان عابدين وشارع الألفي وغيرها من المناطق اللي هنعملها كأمثلة لما يمكن أن يتم في القاهرة ككل. 160 بناية في منطقة القاهرة الخديوية تمتلكها الدولة من أصل ما يقترب من 300 بناية أثرية بالمنطقة. الدولة تتجه لإعادة شكلهم ومضمون ما حولهم من رصف وترميم للطرق والأرصفة. شركة مصر قبل التأمين هي بتمتلك أكثر من 109 مبنى، منهم 68 مبنى تاريخي ومنهم 41 مبنى غير تاريخي. نشارك بهذا العمل في عملية تطوير هذه المباني بشكل يتفق مع المنظومة الحضرية الجديدة لمصر النهضة الحديثة بإذن الله. خلال الاجتماع اتخذ الحديث منحا بألا اقتراب من أصحاب المحلات والكافيهات المرخصة، فقط لمن لم يمتلك رخصة يطبق عنده القانون، مع الحفاظ عند التطوير على بقاء أسماء الشوارع الأثرية. في وسط المدينة أو القاهرة الخديوية حوالي 400 مبنى عبارة عن قطع متحفية، يبقى ده معناه أن هذه المنطقة ممكن التعامل معها كمتحف مفتوح. هنتعامل مع هذه المباني، هنرممها، هينظر في أمر الاستعمالات بتاعتها بحيث أن كل الاستعمالات داخل هذه العقارات تكون استعمالات غير ملوثة. إذن مقصدا للعالم هي القاهرة، تتحرك الحكومة لتهيئتها تمام الشكل والمضمون، ينتظرون عندئذ التغير في سلوكيات الحفاظ والنهوض بهذه المنطقة من قبل المواطنين. أحمد نبيل، التلفزيون المصري.